فبالنسبة لي هذه المواقع التي الآن تشوفوها احنا في خط التماس الآن بيننا وبين العدو، أما عنوياتنا عالية، ننتظر أوامر لنتبقى يعني لاستكمال ما تبقى من التحرير إن شاء الله. ننتظر أوامر فقط، نحن في جاهزية عالية الحمد لله، نحن أفضل من سابق بكثير، فالحمد لله يعني حتى تضاريس البلاد كلها لصالحنا الحمد لله. وإن شاء الله في الأيام القادمة تزورونا في مواقع متقدمة إن شاء الله بجهة الحوبان إلى أن نصل إلى أن نحرر تعز وننتقل إلى محافظة إب بإذن الله. شكرا جزيلا لكل من ساهم، تحياتنا للجميع. يا مرحبا يا ذي وصلتوا عندنا ترحيب عزرائيل قباض النفوس، من رشناه بالماء نرشيها بالدماء، ونفجر المبنى نبنيها بروس. هذا التعز العز ساحة للفناء، ما بيدنسها الروافض والمجوس. ما جاب أبوك يا رافضي إلى أرضنا، أو كنت تظن نستقبلك وإحنا جلوس؟ أو ما حدا قال لك ضراوة حربنا، في حربنا أقوى من أحداث البسوس. لا ما تسلحنا نكل بسناننا ونجيك بالصمل وشفرات الفؤوس. تعز محمية بفضل أبطالنا وسيفها البتار حصاد الرؤوس. وإن ما وعيت الدرس فاسأل عننا في جبهة المسرخ دحسناكم دحوس. وفي قدس وصل وشفتم بأسنا يوما دحرناكم ودسنا على الرؤوس. نحن الذي نسعى لعزة شعبنا ونحن عشاق الشهادة نشتريها بالفلوس. جرجر ذيولك وانسحب من أرضنا من قبل نسحقهم بالجنازر والتروس، ورجع لكهفك قبل ينفذ صبرنا، لا قد نفذ صبر يعدك نسكم كنوس. يهمنا حشودهم ولا تجمعهم، فنحن هنا دفاع عن العرض والعرض والدين، ونحن لهم جاهزين، وإن شاء الله ما يلقون إلا ما يسر أبناء تعز كاملة، وإن شاء الله مستعدين لتحرير المحافظة كامل بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا يهمنا حشودهم ولا تجمعاتهم، فقد قربناهم 8 سنوات وقد كانوا في أعز قوتهم، ونحن كنا في أقل ضعفنا، وكانت الحاضنة الشعبية والداعمة للجيش الوطني لها الفضل الأول في هذا الصمود وفي هذا البقاء المترابطين في كل جبل، لأن معنوياتهم عالية